للذكاء الاصطناعي جانب مظلم. رغم دوره الإيجابي في تطوير الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للبشر، إذ توالت التحذيرات من مخاطر تطور الذكاء الاصطناعي بشكل متسارع وتأثيره السلبي على الأمن القومي للدول. التحذيرات جاءت هذه المرة في تصريحات ثلاثة من قادة الذكاء الاصطناعي المؤثرين في أثناء شهادتهم بجلسة استماع في الكونغرس الأمريكي بشأن خطورة تطوير الذكاء الاصطناعي وأن يتحول إلى خطر محدق يضاهي خطر الإرهابيين الذين يستخدمون التكنولوجيا في صناعة أسلحة بيولوجية. هذه الجلسة انعقدت بعد أيام من تقديم شركات تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي التزامات طوعية للبيت الأبيض من أجل تنفيذ تدابير تجعل هذه التكنولوجيا المتطورة أكثر أماناً. يوماً بعد يوم تتصاعد المخاوف من أن يتجاوز الذكاء الاصطناعي الذكاء البشري ويخرج عن سيطرة الإنسان، لا سيما في ظل تطور الأنظمة التكنولوجية الحديثة في صناعة تطوير روبوتات الدردشة الآلية وإمكانية استخدامها في تطوير أسلحة بيولوجية فتاكة. استطلاع رأي أخير صدر في يونيو الماضي كشف عن أن نحو 42% من الرؤساء التنفيذيين في جامعة ييل الأمريكية يرون أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تدمير البشرية من 5 إلى 10 سنوات، وفي المقابل يرى مراقبون أن الذكاء الاصطناعي يعد فرصة يجب استثمارها في تطوير نواحي الحياة. بين متفائل ومتشائم بشأن تداعيات استخدام الذكاء الاصطناعي، تظل الدعوات الدولية قائمة من أجل تأطير هذه التكنولوجيا الحديثة حتى لا تصبح سلاحاً في أيدي الجماعات الإرهابية.